الحضور الكريم، إن دولة الإمارات تعتبر مزوداً ومسؤولاً للطاقة، وسوف تستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز. وبحكم الجيولوجيا، فأن النفط والغاز في دولة الإمارات أيها السادة ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم والحمد لله. وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع، وهذا ليس بجديد، فقد وجه الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بوقف عمليات حرق الغاز من عدة عقود، وأرسى ركائز استدامة في دولة الإمارات حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية. وسيراً على هذا النهج، بدأنا منذ عقود العمل على تنويع اقتصادنا وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأطلقنا قبل أيام اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار ولإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة في مختلف العالم.